بعض من نرى في الجامعة من طلاب وغيرهم لا يصلي إلا في رمضان، وبعضهم لا يصلي إطلاقا ولكنه يصوم، فما الظن بحالهم؟ وهل نعاملهم كما نعامل المسلمين إن لم يجد فيهم النصح؟ الصواب أن من لم يصلي هو كافر، لا تنفعه زكاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك، لأن مرتد أعماله باطلة، كما قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل، وترك الصلاة كفر وشرك. قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكون من الخاسرين. إنسان لا يصلي كيف تكون حاله وماذا يرجى وراءه؟ الصلاة عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين، إذا ترك الصلاة كيف يرجى في خير؟ كيف يظن فيه خير ولو صام؟ هذا عذاب معجل، صوم مما يعذبه الله بذلك، لأنه لا قيمة لصيامه مع تركه الصلاة. الواجب أن يعامل معاملة الكفار، وأن يفصل من إنسان في عمل يفصل من عمله، من كان في دراسة يفصل إن لم يتب ويبعد، لأنه عضو فاسد يجب أن يقطع، ويرفع أمره إلى ولاة الأمور، فإما أن يتوب وإما يقتل. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن من لم يصلي لا يخلص بل يقتل. وقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لا يصلي لا لم ينهى عن قتل بل يقتل. وذهب جمهور أهل العلم كمالك وأحمد والشافعي رحمهم الله وجمهور السلف الصالح إلى أن من ترك الصلاة ولو لم يقل إنها غير واجبة ولو لم يجحد الوجوب، من تركها يستتاب، فإن تاب إلا قتل إما حدا وإما كفرا، والصواب أن يقتل كفرا. وقال أبو حنيفة فيما نقله عنه جماعة رحمه الله إنه يسجن ويعذب بطعن بالرمح ونحوه وغيره من أنواع العذاب حتى يتوب ويصلي أو يموت. فالحاصل أن من ترك الصلاة لا يجوز إقراره، بل يجب أن يفصل ويبتر ويبعد عن العمل ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. نعم.